السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الدرس 17. حول الزوايا مكونة من متوازيين وقاطع. في اللغة نبدأ بواحد التذكير على بعض الخصائص ديال واحد نوع من الزوايا. كاين ما يسمى أول حاجة بزاويتان متتامتان. فوقاش نقولوا على زاويتان متتامتان؟ إذا كان مجموع القياس الزوايا ديالهم كيساوي 90 درجة، يعني إذا جمعناهم جوج كيعطيونا زاوية قائمة. ناخدو مثال، عندك أ بي سي، عندك هنا زاوية، هنا النقطة أو، هنا زاوية واحدة أخرى. إذا هاد الزاويتان، الزاويتان بجوج كيتسماو زاويتان متتامتان. كنكتبو ان او بي سي و او بي ا انهما متتامتان. ده فيما يخص الزاويتان المتتامتان. كاين عاوتاني شفنا لو بقيتو عاقلين معنا زاويتان متكاملتان. الزاويتان المتكاملتان هو المجموع القياس ديالهم كيساوي 180 درجة. 180 هنا 90. ناخد مثال، بي من النقطة سي من النقطة أ، من الزاوية، من الزاوية دي. إذا هاد الزاويتان بجوج، دونك نقولو أن أو بي سي و أو بي أ أنهما متكاملتان. علاش؟ حيت المجموع ديال الزوايا ديالهم كيعطينا 180 درجة. كاين النوع الثالث من الزاويتان كيتسماو زاويتان متحاديتان. شنو معنى متحاديتان؟ الى جينا اللغة العربية هي وحدة وكاين قاسم مشترك بيناتهم. دونك باش يكون عندنا زاويتين متحدتين خص يكون عندهم نفس الرأس ويكون عندهم ضلع مشترك يقسم بيناتهم، ويكونوا كيتقاطعوا تقاطع في الضلع المشترك. يعني يكون التقاطع بيناتهم يكون هو ذاك الضلع المشترك. ناخذ مثال ديال شي زاويتين متحاديتان. دونك ارسمو المستقيم قريبين. دونك هنا النقطة أ، النقطة O، النقطة C، وأرسم مستقيم OB. إذن باش يكون زاويتان متحادتان شنو قلنا؟ قلنا خص يكون عندهم نفس الرأس. إذن هادو عندهم، نبغي نشوف حنا هاد الزاويتين. عندنا عندنا او رأس مشترك بين الزاويتين A O C و B O C، كذلك ضلع مشترك. ها هو الضلع المشترك بينتهم و O B، ضلع مشترك بي ضلع مشترك، وأنهم كيتقاطعوا في هذا الضلع
المشترك يعني او بي هو كيتقاطعوا فيه بجوجهم. اذا عندك ا او بي و بي او سي فهما زاويتان متحادتان. لاحظت معايا الزاويتان متتامتان في المثال هذا تاهما متحادتان متحاديتان. إذا خديت مثلا مثال آخر نخطط الرباعي دونك A بي سي دي، إذا سولتك على هاد الزاويتين متكوش متحاديتان دونك أول شرط لهما نفس الرأس، هذه الزاوية بي أ دي وهذه الزاوية بي سي دي، إذا ليس لهما نفس الرأس، إذا فهاد الزاويتين غير متحاديتين. دونك باش يكونو خصو يحققو الشروط ثلاثة. كاين نوع آخر من الزوايا وهي هما زاويتان متحاديتان متقابلتان بالرأس، زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن شنو معنى الزاويتان متقابلتان بالرأس؟ إذن هادو عندهم نفس الرأس. شنو نفهم أول سميتو؟ ناخد مثال، لاخدين هاد الهالة النقطة أو النقطة أ النقطة دي النقطة بي النقطة سي. إذن زاويتان متقابلتان هما اللي زاويتان متقابل قابلين شي مقابل شي، لاخدين هاد الزاوية هذه الزاوية فهما متقابلتان بالرأس، يفصل بينهما نقطة أو رأس. كذلك هذه الزاوية هذه الزاوية فهما متقابلتان بالرأس. إذن A و D و C و B فهما متقابلتان بالرأس، زائد عندك زاويتان A أو C و D أو B فهما كذلك زاويتان متقابلتان بالرأس. وهنا كنوصلو لواحد الخاصية اللي كتقول لك ان الزاويتان، وهذه نقيدو عندنا، الزاويتان متقابلتان بالرأس متقايستان، بمعنى يعني الزاويتان اللي متقابلين بالرأس كيكونوا متساويين في الدرجة، يعني أن الحمد لله يعني أن الزاوية سي أو بي كتساوي الزاوية أ أو دي. و في هذا المثال الزاوية أ أو سي كتساوي الزاوية دي أو بي، إذا زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متقايستان. نقلو على هذه مزيان حيت غنحتاجوها. نوصلو للثانية هي الزوايا المكونة، دونك الزوايا هدرنا بعد التعريفات ديال الزوايا اللي كاينين. دابا الزوايا المكونة من مستقيمان متوازيان و قاطع لهما. متوازيان وقاطع لهما كاين اول هالة، كاين نوع من الزاويتين كيتسموا زاويتان متبادلتان داخليا. ناخد مثال
المستقيم مع المستقيم وقطع لهما نقطة أ هنا أ المستقيم ال هذا المستقيم دي أ هذا المستقيم دي دو النقطة بي من النقطة اف النقطة اف إذن الزاويتان متبادلتان داخليا بحال هاد الشكل هذا دونك هاد الزاوية وهاد الزاوية كتسمى متبادلتان داخليا كذلك هاد الزاوية وهاد الزاوية متبادلتان داخليا دونك عندك الزاوية زاوية أم بي اف مثلا زاوية أ بي اف و أ بي اف أ بي اف و أ بي و أ أ بي و أ أ بي كيتسماو زاويتان متبادلتان داخليا حيت كاين مستقيمين كينقطع لهما دونك كتسمى زاويتان متبادلتان داخليا كاين النوع الثاني هما زاويتان ثاني حاجة زاويتان متناظرتان متناظرتان ظهرتان زاويتان متناظرتان زاويتان متناظرتان هما اللي كيكونوا في نفس الخط ناخذ كذلك نفس تقريبا نفس المثال دونك عندك مستقيم بحال هذا الشكل الاخر بحال هذا الشكل كينقطع لهما دونك هاد الزاويتان هاد الزاوية هاد الزاوية كيتسماو زاويتان متناظرتان كذلك هاد الزاوية هاد الزاوية لا هاد الزاوية قصدت دونك الزاويتان تاني حاجة هي زاويتان متناظرتان ناخدو نفس المثال اذا هاد الزاويتان هادو هما كيتسماو زاويتان هاد الزاوية هادي كيتسماو زاويتان متناظرتان هادو تعريف غنعرفوهم من بعد فاش غنحتاجوهم كتسماو هادو دونك زاويتان كذلك هاد الزاوية هادي وهاد الزاوية هادي كتسماو زاويتان متناظرتان دونك دوزو بعض الخاصيات اللي غندير لهم هاد العلامة بمعنى انها مهمة هي ان اذا كان عندنا مستقيمان متوازيان مستقيمان متوازيان مستقيم دي ان مستقيم دي دو وعندنا قاطع لهما مستقيم قاطع لهما مستقيم ال دونك الخاصية كتقول لك كان عندك مستقيمان متوازيان وقاطع لهما قاطع لهما هذا القاطع لهما يكون زاويتان متبادلتان داخليا كما قلنا اذا كما شفنا كيتحدد لنا زاويتان متقابلتان داخليا اذا هذه الزاوية وهذه الزاوية الخاصية كتقول لك إلا كان عندك مستقيمين متوازيان وقاطع لهما فإنهما يحددان زاويتان زاويتان متقابلتان داخليا هاد الزاويتان كيكونوا متقايسين إذا لو خدينا هنا النقطة أو وهنا النقطة بي وهنا النقطة أ
النقطة F. إذن في هذه الحالة اش غنقولوا؟ أن E A أن E A B E A B تساوي A B F. هي خاصة إذا كان مستقيما متوازيا وقطع لهما، فإنهما يحددان زاويتين متبادلتان داخليا، وهذه الزاويتين كيكونوا متقايستان. ناخذ مثال تطبيقي. إذا لاختينا متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع مثلا بشكل تقريبي، اختينا واحد المستقيم. إذن عندك بي سي أ بي سي دي، وعندك هنا النقطة إم. قلت لك سيدي بين لي أن الزاوية هاد الزاويتان تساوي هاد الزاوية. بين أن الزاوية أ بي أ بي أ بي أد دي تساوي الزاوية أد دي إم. إذا شنو عندنا؟ عندنا أبي أبي سي دي متوازي الأضلاع. إذا شنو ممكن نستنتجو؟ متوازي الأضلاع شنو قلنا؟ مستقيما متقابلا متوازيا. إذا أبي سي دي متوازي الأضلاع، دونك أبي توازي سي دي. وعدنا أدي قاطع الأبي والسيدي، دونك قاطع المستقيمين. دونك حسب الخاصية، إذا كان عندنا مستقيم متوازي قاطع لهما، فإنه يكون زاويتان متوازيتان داخليا متقايستان. إذا هذه الزاويتان متوازيتان داخليا متقايستان، إذا منه فإن بي أدي تساوي أدي إم حسب الخاصية اللي عرفنا دابا. دونك الخاصية الثانية خاصة بالزاويتان المتناظرتان. إذن لكان عندنا مستقيمان متوازيان كذلك بين قاطع لهما، عندك دي ان دي دو، عندك ال، عندك هنا أ أ بي جي مثلا. لكن عندك مستقيمان متوازيان قاطع لهما، فإنهما يحددان زاويتان متناظرتان. دونك هاد الزاوية فهما زاويتان متناظرتان. في الحالة اللي كيكون مستقيم متوازيان فإنهما متقايسين. إذا الزاوية أ أ بي تساوي الزاوية F، نقطة F تساوي الزاوية F بي جي. إذا كان عندنا مستقبل متوازي يمكن قطع لهما، فإنهما تحددان زاويتان متناظرتان، فالزاويتان المتناظرتان فهما متقايستان. الخاصية الثانية، واحد الخاصية العكسية ديال مانقول شنو قلنا؟ قلنا إذا كان عندك زاوية، إذا كان عندك مستقيمان متوازيان قاطع لهما، فإنك تحدد زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان، زاويتان متناظرتان متقايستان. دابا إذا كان عندنا العكس، إذا كان عندك مستقيمان متوازيان، إذا كان عندك مستقيمان وقاطع لهما، عندك مستقيمان وقاطع لهما، زائد عندك زاويتان يحددان، دونك زاويتان
متبادلتان داخليا داخليا أو متناظرتان. إذا كان عندك هاد جوج الشروط، عندك مستقيمان وعندك قاطع لهما وعندك زاويتان متبادلتان داخليا أو متحديتان، يمكننا نقول أن هاد المستقيمان متوازيان، يعني العكس الخاصية الأولى. دونك عندك مستقيمان متوازيان وقاطع لهما كيحد كيعطيك زاويتان متداخلتان متبادلتان داخليا متقيستان. إذا كان عندك أو متناظرتان متقيستان. إذا كان عندك دابا مستقيمان وعندك قاطع لهما، بعد المستقيمان حنا ما كنعرفوش واش متوازيان ولا لا، عندك مستقيمان وقاطع لهما وكيحددوا إما زاويتان متبادلتان داخليتان متقيستان أو متناظرتان داخليا متقيستان، يمكن لك تقول على هذا المستقيمان أنهما متوازيان. ناخذ مثال باش نفهمه أكثر. ناخذ هذا المثال، عندنا كتلة متساوي الساقين فئة، هنا أ متساوي الساقين دوك الأضلاع متساويين بي و سي، حيث هاد الزاوية هادي دونك بحيث أن بي أس سي تساوي 80 درجة، ياك تساوي 80 درجة، وعندك أ أو نصف مستقيم بحيث الزاوية سي أ بي زاويتان متحاديتان. نقولك بحيث نص مستقيم، قلك نشيل مستقيم أ أو دونك مشيت أ مسدود مشيت أ حلو، مستقيم بحيث بي أ أو و سي أ أو متحاديتان. شنو معنى متحاديتان؟ قلنا هما اللي عندهم نفس الرأس، هما عندهم نفس الرأس وعندهم ضلع مشترك. في هذه الحالة ضلع مشترك مشترك والضلع مشترك والقاسم بيناتهم، إذن أ بحيث أن بي أ أو تساوي 50 درجة. دونك بي أ أو بي أ أو تساوي 50 درجة، دونك عندنا 80 عندنا 50 عندنا نقطة. السؤال بين أن أ أو توازي بي سي، بين أن أ أو توازي بي سي، المستقيمان توازيان. شنو كنعرفو عندنا؟ عندنا ABC مثلث متساوي الساقين في A، يعني أن الزاوية ABC تساوي الزاوية ACB، يعني هاد الزاويتين بجوج متساويين، الزاويتان متساويين، وعندنا مجموع زوايا مثلث قلنا شحال كيساوي، وعندنا ABC زائد ACB زائد BAC تساوي 180. دونك ABC تساوي ACB، دونك كنعوضو ABC ACB، دونك جوج ABC تساوي 180 قسمنا الزاوية BAC. دونك A بي سي تساوي 180 نقسم منها بي سي اللي هي 80 عطينا على جوج، دونك 180 هي 100
مية على جوج هي 50 درجة، إذا هذه كتساوي 50 وهذه كتساوي 50. لاحظت معايا أن عندنا AE و BC عندنا هذا مستقيمان، زيد لاحظت معايا عندنا AB. أبي شنو هو؟ أبي قاطع لهما، أبي قاطع لهما، هذا مستقيمان وهذا قاطع لهما، وعندنا يكونان زاويتان متبادلتان داخليا. عندك أ أبي و أبي سي متبادلتان داخليا، زيد و وشنو و متقايستان. دونك هادي 50 وهادي في المعطيات هادي 50، دونك متقايسين. اذا حسب الخاصية اللي عرفنا دابا، دونك الا كان عندنا مستقيمان وقاطع لهما يكون زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان، إذن فهما متوازيين. دونك A E توازي بي سي، يوازي بي سي. دونك هذا تطبيق الخاصية اللي شفنا. أتمنى تكونوا استفدتم معنا هذا الدرس، ونتلاقى في دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.